أعزائي المشاهدين من الأراضي المقدسة، منواصل حديثنا عن العظة الشهيرة، عظة المسيح على الجبل، وأنا موجود خلف جبل مشهور جداً بقرب بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل، يسمى جبل أربيل. في هذه الحلقة رح نتكلم عن تعليم المسيح عندما طالب بالكمال، كونوا كاملين، وهل يستطيع الإنسان أن يصل إلى الكمال، وماذا يقصد المسيح عن هذا النوع من الكمال. وتخيل لو فعلا أردنا أن نتشبه بيسوع المسيح، فإلى أي حالة نصل، وكيف يكون مجتمعنا؟ أنا بدعوك أنك تبقى معي وتشاهد هذه الحلقة اللي رح تكون بركة لحياتك. سأعود بعد هذا الفاصل. قال يسوع المسيح: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. يستمر قائلاً: لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. في إنجيل لوقا بنفس سياق الحديث يقول: تكونوا بني العلي. واو، هذا تعليم عميق عظيم رائع جداً. ولاحظ أن هذا التعليم جاء بعد مقال يسوع المسيح وتكلم عن محبة الأعداء: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. فإذا من يستطيع أن يحب فبيخدنا بخطوة أعمق: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. هذا هو مقياس يسوع المسيح اللي بيطالب كل شخص منا. طبعا الكلمة اللي بنعرفها الكمال لله، من يستطيع أن يكون كامل. أحبائي، الكامل أو الكمال هنا لا تعني العصمة، ولا تعني أننا بلا خطية، ولا تعني أننا يعني أصبحنا بكل معنى الكلمة غير قابلين للخطأ أو لأي عيب، لكن نتقدم لنشابه طبيعة أبينا السماوي. هنا كلمة كامل بمعنى النضوج، بمعنى الاكتمال والرشد. الشخص بيصل لسن الرشد وعم بيكتمل. نفس الكلمة استخدمها يسوع المسيح مع الشاب الغني اللي دعاه أنه يتبعه لكن مضى حزين. قال له: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل أملاكك واعطي للفقراء. أحبائي، أنا مش بتكلم على كمال المعرفة، مع أننا نسعى لكمال المعرفة، ولا نتكلم عن كمال القداسة، مع أن الكتاب يحثنا على الكمال للقداسة، لكن بيتكلم عن كمال الجوهر، كمال التوجه، كمال النية، كمال الدوافع، كمال اتجاه القلب. حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك. فهذا الكمال أحباء المسيح بطالب المحبة، محبة غير مشروطة، محبة كاملة، ومحبة ناضجة، محبة مميزة، محبة قادرة، وطبعا حتى نصل إلى محبة الله، لأن الله هو محبة، كمال المحبة. ثم أحبائي، يقول الكتاب: كونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم. أي أن يكون لنا نفس الصفات، صفات الملك، كمال الرحمة أيضا. ثم يقول الكتاب المقدس: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم، في شريعة موسى في سفر اللاويين. واقتبسها الرسول بطرس، قال: كونوا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. بيتكلم عن كمال القداسة. فالرب يدعونا للكمال، وعندما يدعونا للكمال هي بالواقع
يعني هاي الدعوة بتقودنا للانكسار، للانسحاق، للتواضع، لأنه فعلا بقدرتنا، بقوتنا، بحكمتنا مستحيل، impossible, c'est pas possible، يعني مستحيل الإنسان يصل لكمال المسيح، لكن نسعى كل يوم حتى نكتمل بكمال يسوع المسيح. هي الرب بيدعونا للكمال. خلينا نتذكر إنه المسيح هو برنا، يعني جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في المسيح. بر الله، فهذا البر أحباء المكتسب من خلال عمل يسوع المسيح، فينظر الله من خلال ذبيحة المسيح فيرى أننا أبرار، أصبحنا بر الله في المسيح، والمسيح هو كمالنا، نتكمل بيسوع المسيح، والمسيح حكمتنا لأنه نستمد هذه الحكمة، والمسيح هو فداؤنا، والمسيح قداستنا، والمسيح أحبائي كل شيء في حياتنا. كلما دخلنا محضر الله نتشبه أكثر بيسوع المسيح حتى نصل إلى حالة النضج الكامل، نكون كاملين بالأخلاق، ساعين نحو الكمال الأخلاقي، كمال يسوع المسيح. I think one of the most important things a person can know is that they're made in God's image and God loves them personally, uniquely, individually. He knows and loves you, and this is the most important thing. And second, that love that God has for each person as His child is so strong, so all-consuming. I think of passages like Romans chapter 5 where Paul says, think about this. While you were still ungodly, Jesus died for you. While you were his enemy, Jesus died for you. While you were not an ally of God, Jesus died for you. Now, if God loved you so much that he would let his son die for you when you were not even interested in him, and when you were actively opposed to him, think how much more he has invested in you and he is going to hold on to you with all of his might, see you through the difficult times. He wants to do something wonderful in your life and he wants to be real and present because he gave up his son for you specifically, you Nizar, me Claire. And that relationship is not easily shaken. So if we could rest in that relationship, if we can accept how profoundly and how securely God envelops us as His child, we could be set free to love Him and to love others and serve them, not out of fear and not like a slave, but because we've been set free inside. We are His children, not His slaves. And love, His love, is so strong that it should set us free to love one another, even when it's scary, even when it's hard, even when we die to ourselves. But His love is so strong, it is not easily shaken. So it should empower us for good. كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. تعرفوا الرب يسوع كمان ذكر إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني عم بيتعامل معنا حتى نكون كاملين في نظره. مثل ما ذكرت أوضح الفكرة كمان مرة، كاملين لا تعني أننا بلا خطية أو عندنا العصمة أو بلا عيب، لكن بيتكلم عن نضوج روحي، نضوج أخلاقي، التشبه بيسوع المسيح. فتخيل هذا الكمال، إنك تحب اللي بيكرهك، وإنك تصلي من أجل اللي بيضطهدك، وإنك تظهر محبة غير محدودة غير مشروطة للجميع،
وأنك تسلك في القداسة العملية. هذه القداسة هي الانفصال عن نظام هذا العالم وعن قيم وفساد هذا العالم الشرير، لكن من ناحية تانية أنك تكون مفرز مكرس ليسوع المسيح. فهذا الكمال الخطوة الأولى عندما أطلب الخلاص وعندما أتوج المسيح ملكا على حياتي، عندها أتقدس وعندها أكمل في المسيح، لكن أسعى أو نسعى نحو الكمال. السعي نحو الكمال هذا هو مقياس المسيح. لا يستطيع وضع مقياس من البر غير كامل، فالمسيح لا يتهادن ولا يساير، فهو لا يساوم على كماله. لو تنازل شوي عن كماله فالمطالب بتصير أقل، لكن عم بيرفع المستوى حتى نكون مشابهين كاملين مثل الرب يسوع. باختصار، نحن كاملون بالرب، ليس الكمال المطلق كما قال أو كما طلب، لكن نطلب هذا الكمال بحيث أنه نتشبه ونلتصق ونكون مثل الرب يسوع المسيح، نعكس صفاته، طبيعته، شهادته وحياته في حياتنا. في أمثلة في الكتاب يتكلم عن نوح وجد كاملا أمام الله. قال الله لإبراهيم: سر أمامي وكن كاملا. مكتوب: عيناه الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. يعني غير مجزأة، بتشخص، بتركز على يسوع المسيح. وهذا الكمال في يسوع المسيح بيحفظنا من فساد العالم. لكي تكونوا أبناء أبيكم، شوف المستوى اللي حطه الرب يسوع المسيح. مرة تانية: بقدرتنا، بحكمتنا، بتقوانا مستحيل أن نصل إلى هذا الكمال، لكن بمعونة الروح القدس وعندما نقترب من محضر الله وعندما نتشبه بيسوع المسيح وعندما نتقدس وعندما ندخل إلى الأعماق في المحضر الإلهي، عندها نكتسب ونأخذ من هذا الكمال، فينعكس هذا الكمال الأخلاقي وهذا النضج والرشد الأخلاقي على طبيعة أبناء الملكوت، فيتغير العالم من حولنا. تخيل لو منطبق العظة على الجبل مرة أخرى، لأصبح العالم مكان جميل، فردوس رائع، جنة خضراء، السلام والمحبة والهدوء والطمأنينة بتسود هذا العالم. بصلي من كل قلبي إنه المسيح اليوم يملأ حياتك وكيانك أيضا. أحبائي، اسمعنا تعليم يسوع المسيح في عظته على الجبل: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. أنا بدعوك أنه فعلا تصلي أنك تتشبه بيسوع المسيح، فالمسيح هو مثالنا في كل شيء، مثالنا في المعرفة، مثالنا في الكمال، مثالنا في القداسة، مثالنا في الرحمة، مثالنا في المحبة. وكلما اقتربنا من يسوع اكتسبنا أكثر من يسوع، وكلما ازددنا تشبها بيسوع المسيح تنعكس صفات المسيح ونور المسيح، تعليم المسيح وطبيعته في حياتنا، فالناس بتشوف فينا يسوع المسيح بعدسة مصغرة، مثل ما القمر بيكتسب نوره من الشمس، فهكذا نكتسب هذا الكمال من يسوع المسيح حتى فعلا نكون عنصر جذاب لهذا المجتمع. وخلينا فعلا نتكلم بصراحة، الناس اليوم فعلا وصلت إلى حالة يأس وكآبة وحزن وإحباط، وكتير ناس عم تترك الدين، وكتير ناس عم تترك أشياء كتير في الحياة، ووصلت إلى وضع: ما أنا مش قادر، أنا عاجز، أنا فاشل. لكن عندما منحط مقياس المسيح لحياتنا يعطينا النعمة، يعطينا القوة،
ويعطينا الكفاءة والأهلية إنه نقدر ننضج نتطور حتى نصل إلى جمال وإلى كمال وإلى مثال الرب يسوع، له كل المجد. أنا بصلي إنه الرب يساعدك اليوم وتأخذ هذه الخطوة العملية الحقيقية في حياتك. ما تأجلش، أطلب منه أن يأتي إلى حياتك.